نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الحكومة السورية رحبت بانسحاب القوات الكردية في الشمال مسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود مع تركيا. وذكر أن سوريا ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية. يأتي ذلك فيما اشتبكت قوات من الجيش السوري مع قوات تركية في محيط بلدة رأس العين. يعود الشمال السوري إلى الواجهة مجددا ما بين تسوية سياسية ستنطلق يوم الأربعاء القادم بأولى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواجهة عسكرية على الأرض بين القوى المتصارعة. فاتفاق سوتشي والمهلة الزمنية المعطاة للأكراد على ما يبدو لم تقنع الأتراك الذين يحاولون رفض أي مقترح جديد للمنطقة الآمنة ولإحلال السلام فيها، حيث رفضت أنقرة مقترحا ألمانيا حول المنطقة الآمنة وصفة إياه بالغير واقعي. قيل لنا في كل مكان أن هذا ليس اقتراحا واقعيا، لكن كيف سيستمر وقف إطلاق النار بعد 150 ساعة؟ وكيف ستستمر المساعدات الإنسانية لأولئك الذين يفرون من هناك؟ وماذا سيحدث في العملية الدستورية؟ ويأتي ذلك وسط تصعيد تركي، حيث أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية في قرية حيلة بريف رأس العين في منطقة انتشار الجيش السوري، مما أدى إلى اشتباكات بين القوات السورية والتركية، بالوقت الذي أحكم الجيش السوري سيطرته على أم حرملة وباب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، وقلص المسافة باتجاه الحدود السورية التركية إلى 3 كيلومترات. وفيما عززت روسيا قواتها بالشمال السوري بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق إن الولايات المتحدة ستزيد التواصل مع العشائر العربية في شمال شرق سوريا لإشراكها في جهود تحقيق الاستقرار، وأن للعشائر دورا رئيسا يلعبونه وسيكونون شركاء رئيسيين للولايات المتحدة، بالوقت الذي أعلنت فيه مصادر محلية مشاهدتها للقوات الأمريكية تحاصر آبار النفط السورية.